الخبر الاول اللي عدنا عن فضيحه انس الشايب وشون هو سرق جوال عمار ومايا. ما عمار نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب، وهذا المقطع شرح فيه الموضوع بالكامل، شلون سرق هذه الجوالات. فعمار كان عنده جوال ايفون اكس، وطبعا بس شاف انس الشايب طلب من عمار انه يعطيه هذا الجوال على مود على اساس يصور بيه. فبعد ما عمار انطاه هذا الجوال، انس الشايب رفض انه يرجع له اياه، وصار يقول على اساس انه اعطتني هديه رغم هذا الشيء غلط. وبعد ما انس الشايب تعرف على مايا الجمال، مايا الجمال كان عندها ايفون برو ماكس اللي هو احسن من اللي عنده. نفس الاسلوب سواه، راح طلب من مايا انه تعطيه هذا الجوال على مود على اساس يصور بيه، وعلى اساس بالمقابل هو ينطيها الجوال مالته اللي هو اضعف من الجوال مالتها. وطبعا هذه الفاتوره توضح شلون انه مايا الجمال هي المشتري الجوال انس. طبعا اكيد بعد ما صارت المشكله بيناتهم، مايا طلبت من انس الشايب انه يرجع لها التليفون مالتها، ولكن انس الشايب رفض هذا الشيء. واسمعوا هذا الفويس شلون يحاول انه يستغلها، يطلب منها انه تعطيه جوال اكس جديد بدل انطها يا عمود يرجع لها التليفون مالتها، رغم ان الجوال مالته اساسا كان مكسور مثل ما شايفين. طبعا هو كاسره بايده، راح احط لكم هذا التسجيل اسمعوا زين. جيب لي تليفوني. مش انت مش بدك تليفونك؟ جيب لي تليفون اللي بكرتونته ايفون اكس. ليش اجيب لك بكرتونته يعني؟ مكسور لانه مغير هسه، بكسر الالفين، بكسر وبطجه في الارض، بجيبه شوكفتين تمام، بعدين بغير له شاشه تمام واعطيك اياه. اوكي ما في مشكله تمام، بس انا ما بدي، انا بدي ايفون اكس بسكر في كرتونته عشان اعطيك الالفين. ما انت ما اعطتنيش اياه بكرتونته. لا ما اعطيتني اياه كرتونته جديد. لا ما اعطيتني اياه كرتونته. يا اخي انا خر خنزير، جيبي لي تليفون ايفون اكس بكرتونته. لا مش بكرتونته. جيبي لي كل اوعيه وبلايزك اللي عندي ذول، بعطيك اياني ذول البلايز اللي مشرشحات ذول. طيب. اللي على ماركات، اللي مش ماركات، اللي من الباله. 10 دولار زي الماركه. وشو كمان بدي احكي لك؟ شو كمان بدك انت غير التليفون؟ فمثل ما شفتوا يا حبايب، هنا شو انس الشايب يحاول انه يستغلها على مود ينطيها التليفون مالتها اللي هو اساسا التليفون اثنين بايقهم. طبعا رابط مقطع عمار راح احط لكم اياه بالوصف، روحوا فجروا المقطع باللايكات والاشتراكات على مود ينزل لنا المقطع الرابع. وطبعا هو قال بيه كلام خطير كلش اساسا غير الكلام اللي حطيت لكم اياه بالمقطع. وبس والله يا حبايب اكتبوا لنا بالكومنتات هل انصدمتوا انه عرفتوا انس الشايب نصاب او لا. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عدنا هو مملكة القصص، من حوالي شهر قلت لكم، من حوالي شهر أعلنت لكم عن مفاجأة راح تنزل قريب، والمفاجأة راح تحرق السوشيال ميديا، وأتوقع الأغلب بس يشوفها راح ينصدم. قلت لكم يمكن هذه المفاجأة تكون بها صورة، صراحة ما أحب أحكي عن الموضوع بالكامل، فاللي حاب يعرف الموضوع، طارق الباشا نزل مقطع وحكى بيه عن الموضوع بالكامل وشنو هي المفاجأة، أحط لكم رابط مقطع بالوصف اللي حاب إنه يشوف المقطع، ويا حبايب اللي راح يقوله هو مجرد يريد يحمسكم، فرجع لحد يفكر إنه حاول يستغلكم. واليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهي مايا، وأعلنها عن نزول أغنيتها الجديدة. مايا نزلت على قناتها باليوتيوب هذا البرومو، كان برومو من اغنيتي الجديده اللي راح تنزل قريب، راح احط لكم هذا الاستوديو. اختلف عن البقيه، حين احب البيئه دي، اعشق المتكبراني، هذا طبعي ومو بدي، برقصتي وما لها حل، حين احب اللي تدلل، موته موته من الغرور، لازم ابقى بخلق طول، اولى اني مالي ثاني، كل شيء رخص الا اني. اكتبوا لي احبابكم تاج قد انتم متحمسين لاغنيه مايا. الخبر الرابع اللي عدنا عن متابعين وكشفهم الحقيقه سحروا يحيى واخفاهم الاسم ناري بيوتي من التعليقات اللي عدهم. طبعا بالنسبه لي عن السبب فالصراحه ما ادري، لما اكو اي شيء واضح. اما بالنسبه للدليل ندخل على اخر مقطع نزله وننزل بيه على التعليقات ونكتب كلمه ناري بيوتي، بعد نروح على الكلمه اللي تحت اولا عمود في التعليق وتعليق الاشخاص اخو ورايا، بعد ما نفضل بزين نروح نغير الحساب عم نشوف هل التعليق راح يطلع للناس او لا، بعد ما نغير الحساب وننزل بيه على التعليقات ونروح على الكلمه اللي تحت اولا راح نشوف انه تعليقي ما ظهر ولما تعليق هذول الاشخاص الثانيين ظهر. ما ادري صراحه، اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شنو توقعاتكم من هذا الموضوع وليش هم خافين اسم ناري بيوتي من التعليقات اللي عدهم، اكتبوا لنا توقعاتكم لهذا الموضوع. الخبر الرابع اللي عدنا عن ياسو واستهزاء بمحمد جواني، فمحمد جواني نزل على سبب الانستغرام هذا الستوري، وكان به محادثه بينه وبين ياسو، اللي هو كان ياسو يسوي به رده فعلها، مقطع محمد جواني الجديد، طبعا احط لكم رابط هذا المقطع بالوصف، جواني حلق بي لحيته، روح شوف شكله شلون صار، صراحه احس شيء، روح فجر المقطع واحط لكم هذا الستوري شوفوه. على فكره يعني مو سيء شكلك عادي، ليش انت كثير خجلان من الموضوع؟ اخ مو طبيعي عنديبك، يعني ليش تحلق على الشفرة؟ وصلنا وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تحطوا لايك، اشتركوا بالقناة، جاكم فيزياء وخدت منك القصص، ومع السلامة.